طالب أنت بجامعة فرحة عباس سطيف واحد، تتمتع بروح الإبداع، لك موهبة تبحث عن فضاء لصقلها وتنميتها، تفتح لك المديرية الفرعية للأنشطة العلمية والثقافية والرياضية أبوابها في شتى المجالات. الثقافية كالرسم، المسرح، الموسيقى، الكتابة والتنشيط وغيرها. العلمية كالابتكارات، الاختراعات، تنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية وكذا تأطير النوادي العلمية. كما تهتم أيضا بمختلف الرياضات الفردية كالجيدو، الكاراتيه، الملاكمة، والجماعية ككرة القدم، كرة اليد، كرة السلة، والفكرية كالشطرنج، الكلمات المتقاطعة، وألعاب الذكاء. تحرص مديرية النشاطات على مشاركتكم في مختلف المسابقات والتظاهرات الوطنية العلمية منها والثقافية والرياضية. ولأن الإبداع والتميز هما شعارنا، تدعوكم المديرية للتسجيل في مختلف نشاطاتها عبر الرابط الإلكتروني أو عن طريق مسح رمز الاستجابة السريع لكود QR.